يواجه فريق الشباب بلوزداد نظري موليت وراند في الجولة التاسعة من الدوري الجزائري لكي تشاهد المباراة مع فضل الله تطبيس رضا بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب أصطاد خمسة جويلة 1962 توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس المغرب والساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودي وقطر والامارات وسوف تنقل المباراة على قناة الجزائرية السادسة والموقع الرسمي لفريق الشباب بالوزداد الناقل الحصري للمباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاص تتزع الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة ونضربكم مواعيد في موعد قادم